الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الإخوة والآباء الأفاضل، نحييكم بتحية الإسلام ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جينا إلى هذه البلدة لندعو الناس إلى الله تبارك وتعالى، ونبين للناس طريق السعادة في الدنيا وفي الآخرة. فأي إنسان مسلم يهمه أن يسعد في الدنيا ويسعد كذلك يوم القيامة، دي أهداف أي إنسان مسلم بيسعى لها. وشوف أنت كإنسان مسلم، لابد الحلول بتاعتك تكون من مصادر الإسلام، وأهم مصادر الإسلام القرآن الكريم، ومن بعده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو داير تعرف أنت السعادة بتاعتك تحققها كيف في الدنيا وتحققها كيف في الآخرة، ترجع لكتاب الله تبارك وتعالى ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. طيب، كذا نرجع للقرآن ونشوف آية من كلام الله عز وجل بيّنت لنا طريق السعادة في الدنيا وفي الآخرة. ربنا قال في سورة النحل في القرآن: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. شوف ربنا في الآية دي بيّن لك السعادة في الدنيا وفي الآخرة. قال لك من عمل صالح، أي إنسان دار يكون سعيد في دنياه ويوم القيامة يكون سعيد بدخوله للجنة. شوف الكلام اللي في الآية دي، من عمل صالحا، أي إنسان يعمل صالح من ذكر أو أنثى، سواء كان ذكر ولا كان أنثى، وهو مؤمن، الله قال فلنحيينه حياة طيبة. دي أهب بتاعت الدنيا، حياة بتكون طيبة سعيدة، ويوم القيامة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن الله تبارك وتعالى ورانا الطريق، الطريق بتاع السعادة في الدنيا والآخرة. قال لك من عمل صالح، والعمل الصالح ده هو شنو؟ الليلة أي إنسان بيسعى إنه يعمل عمل صالح. ما هو العمل الصالح؟ شوفوا، العمل الصالح عنده شرطين اثنين، كم ما تحققوا العمل ما بيكون اسمه صالح. شرطين اثنين، الشرط الأول العمل ده يكون خالص لوجه الله عز وجل، تكون انت بتسوي لي الله براو، ما عندك فيه غرض تاني، ما عندك فيه اي غرض، لا ساويه لبشر ولا ساوي شان مصلحة، شان قروش مثلا، مصلحة دنيوية، لا انت ساوي شان الله. ده الشرط الاول، يكون خالص لله عز وجل. طيب الدليل شنو على الشرط ده يا مولانا؟ الدليل من كلام الله: وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ده الدليل، لابد يكون خالص لوجه الله عز وجل. ده الشرط الأول. الشرط الثاني اللي لابد يتوفر عشان العمل يكون صالح،
ويوديك لقدام وتسعديه في الدنيا وفي الآخرة متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني التمام من حقك تعمل أي عمل تتقرب به لله ما لم يأذن به النبي عليه الصلاة والسلام إلا الرسول صلى الله عليه وسلم يديك فيه إذن. الدليل على الكلام ده شنو يا مولانا؟ الدليل أدلة كثيرة من القرآن. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. دي أدلة من القرآن إنه لابد عملك يكون فيه إذن من الرسول عليه الصلاة والسلام. العمل كان فقد الشرطين ديل أعرف تماما إنه ما صالح، عملك ما صالح. وطالما إنه ما صالح إذا ما بيحقق لك سعادة لا في الدنيا ولا في الآخرة. طيب ربنا خط شرط ثالث، ركز معي في الآية: من عمل صالحا، ذكرنا شروط العمل الصالح، من ذكر أو أنثى وهو شنو؟ وهو مؤمن. يبقى لابد تكون مؤمن. طيب واحد بيسألك يقول لك: يا مولانا هل ممكن زول يعمل عمل صالح وهو ما مؤمن؟ نقول لك: هاي ممكن. انت ممكن عملك يكون لي الله براو، مش ده إخلاص ولا ما إخلاص؟ ده هو الإخلاص. وتكون عندك فيه تعليمات من رسول الله عليه الصلاة والسلام، مش ده هو الشرط الثاني؟ أيوة. لكن ما مؤمن، ما مؤمن كيف يا مولانا؟ بعد ده كله ما مؤمن؟ أيوة ما مؤمن بعد ده كله. الدليل شنو؟ الدليل قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كلام ده معناته شنو؟ الذين آمنوا مش مؤمنين، الإيمان ده براو كده ما بيكفي، في حاجة تانية. ولم يلبسوا، يلبسوا دي يعني يخلطوا، لم يلبسوا إيمانهم يعني لم يخلطوا. عشان كده الله قال: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل، يعني ليه بتخلطوا الحق مع الباطل. الذين آمنوا، آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الله قال أولئك لهم. انتوا يا اخواننا كلام الله ده ما نافع ولا شنو؟ ها ما تصبر الله، ما ده هو كلام الله. نحن الآن قاعد نقول في شنو؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عما أنا قال داري يعرف الإيمان، إن شاء الله أنا أوريك الإيمان ولا تمشي بعيد. طيب الله قال أول حاجة: الذين آمنوا. الإيمان ده عنده أركان، ذكروا الرسول عليه الصلاة والسلام: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والغدر خيره وشره. دي أركان الإيمان، إذا تحققت أنت كده مؤمن. لكن كمان لابد تكون مؤمن وإيمانك ما يحصل له خلط بشرك، لأنه الله قال كده: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الظلم هنا فسروا الرسول عليه الصلاة والسلام، الآية دي فسرها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما نحن، فسر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: الظلم هو الشرك. قال: ألم تقرأوا قول العبد الصالح لقمان لابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن الظلم ده معناته شنو؟ ما
معناته الشرك. الله قال لك انت ايمانك ده ما تخلطه بالشرك، لانه لو خلطته بالشرك بقى ما ايمان تاني، ما بينفع يكون ايمان تاني. اخواننا انا اضرب لك مثال، الان لو جابوا لك كوبايه فيها عصير بتاع جوافه مثلا، انا اوريك شوف شو الايمان ده لما يتخلط بالشرك تاني الايمان ما بينفع. شو المثال ده، جابوا لك عصير جوافه كبوا لك فيه، ان شاء الله قول كبوا لك فيه تراب، في النهايه يا هج جوافه جوافه ولا ما كده، اتغيرت شويه ممكن تتشرب بيت ترابه. لكن شوف الجوافه دي لما يكبوا فيها السم، السم ولو نقطه بسيطه بتاعت سم تاني بتنفع بتكون جوافه؟ لا 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 ما بتنفع، لو شربتها بتكوت لك طوالي ولا ما كده يا اخوان تقتلك. الايمان نفس الحكايه، الايمان ده مجرد ما يدخل معاه الشرك خش معاه كده تاني خلاص بقى ما ايمان، ما بينفع تاني ما بينفع. لكن لو خشت معاه المعاصي ممكن انت تكون مؤمن لكن عندك معاصي، عندك معاصي مثلا شرب الخمر والخمر حرام، لكن لو وقع، لو وقع والانسان شرب الخمره هنا الايمان بتاعه بينقص لكن ما بيروح مره واحده، ايمانه ماله بينقص لكن ما بيروح مره واحده. لكن مجرد ما يخش الشرك كده الايمان بيروح مره واحده والانسان تاني ما بيكون مؤمن. طيب هنا في سؤال طوالي بيطرح نفسه، يا مولانا الشرك ده هو شنو؟ الشرك هو شنو؟ عشان نحن ما نخلطه بالايمان، عشان نبقى سعداء في الدنيا وفي الاخره ندخل الجنه، الشرك ده هو شنو يا مولانا؟ شوف الشرك كونه تجعل مع الله ند في حاجه ما بيقدر عليها الا الله. انا اضرب لكم مثال، البدي جنى منو يا اخوان؟ في زول عنده شك في الموضوع ده؟ في زول عنده راي ثاني؟ الجنى مش بدي والله؟ او ايش الدليل شنو انه الجنى بدي الله؟ الدليل في القران، قال الله عز وجل لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. الله قال الجنة ده قسمته انا براي، حاج احمد ده بيديه اولاد، حاج علي بيديه بنات بس، حاج حسين بيديه بنات واولاد مش كده، حاج عبد الرحمن ما بيديه لا بنات لا اولاد، ده في ولا ما في؟ في. يبقى الشغل ده كله بتاع منو؟ بتاع الله تبارك وتعالى. اذا جاك زول قال لك والله نحن عندنا فكي، عندنا فكي، يديك الجنة في لمحة بصر، هذا نسميه شنو يا اخوان؟ في فكي بيدي الجنة كمان في لمحة بصر؟ انت عارف في ناس بيزعلوا من الكلام ده، مع انه قبل شوية قالوا الجنة ده بيدي الله ولا ما قالوا؟ طيب طالما بيدي الله الفكي تدخلوا شنو؟ يقول لك انت مرتك ما ولدت يا مولانا؟ هاي والله اننا بيجاي الشيخ ده والله يديك الجنة في لمحة بصر، والله ده جنة جداد ما يديك له، تعرفوا جنة جداد؟ والله جنة جداد ما يديك له، لأنه ما عنده شيء، الجنة ده حق الله، داير يديك من وين يعني الفكي؟ يقول لك يا مولانا ده ما بيسأل لك الله، طيب أنت ما تسأله أنت، الله داير له واسطة يعني؟ أصل لو بقى الشغلة شغلت سؤال، ما ربنا قال وإذا سألك عني عبادي، ما قال الفكي والشيوخ، إذا سألك عني عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. هو مش مشلت لشيخ مولانا خلي الله بالله يديني جنة، يا أخي أنت ما تسأل براك، أنت مالك مشكلتك شنو؟ أسأل الله براك، الله بيديك بإذن الله عز وجل. يبقى يا أخواننا ده نوع من أنواع الشرك، مما تعتقد إنه الجنة ده بيديه غير الله أنت كده وقعت في الشرك. أوريك تاني مثال للشرك، الآن لو زول متضايق في كربة وفي ضيق دار ينده، ينده منو؟ ينده منو يا اخوان؟ ينده الله. ليه ينده الله؟ لانه الله هو اللي بيجيب المضطر، والله هو اللي بيكشف السوء وهو اللي بيكشف الكروبات. ربنا قال وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله. الله قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إذا لما نضايق ننده منه؟
نندها الله تبارك وتعالى. طيب لو ذول متضايق ما ندها الله. الصلاة جات خلاص إن شاء الله نجيب هنا ونواصل بعد الصلاة إن شاء الله. وقلنا لابد الإيمان ألا يختلط معه نوع من أنواع الشرك بالله تبارك وتعالى. وجبنا الآية من سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، كما قال الله عز وجل. وذكرنا نماذج وأنواع من أنواع الإشراك بالله تبارك وتعالى. ومن ذلك أيضا الذي يقع فيه الشرك بالله عز وجل مسألة علم الغيب. معلوم يا أخوانا إن الغيب لا يعلم إلا الله عز وجل، بنص القرآن الكريم. قال الله عز وجل في سورة النمل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال هناك في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن الغيب ما بيعلم إلا الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في سورة الرعد: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. إذن الغيب ده ما بيعلم إلا الله تبارك وتعالى. إذا جاء الإنسان وقال لك أنا بعلم الغيب، أو نحن عندنا ناس بيعلموا الغيب، نقول لك والله الكلام ده شرك بالله تبارك وتعالى. ولو أنت اعتقدت إنه الغيب ده بتعلمه أنت ولا بيعلم زول غيرك غير الله عز وجل، أنت تكون أشركت بالله عز وجل شركا أكبر، مخرج عن الملة، وليس لك نصير في قوله تعالى في سورة النحل: فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما عندك نصير في الآية دي. زي ما لنا في المجتمع، عندنا في المجتمع السياري وغيرها قد تكون موجودة حتى في هذه القرية في الزيداب هنا، ممكن تلقى ناس عندهم عقائد زي دي. والله نحن عندنا ناس بيعلموا الغيب يا مولانا، يقول لك عندنا شيخ بيعلموا الغيب، بيجيبوا الرايحة، يقول لك بيجيبوا الرايحة، الرايحة دي بيجيبوها كيف؟ يقول لك بيعلموا الغيب. يا ناس قبل شوية ما جبنا الآيات الغيب ما بيعلموا إلا الله، ديل بيجيبوا الرايحة من وين؟ إلا يكونوا سحرة ودجالين. لكن علم غيب ما بيعلم الغيب إلا الله عز وجل. لكن في النهاية ده كله لعب بعقول الناس. وإنت في النهاية إذا مشيت لناس زي ديل والله بيضيع دينك وبيضيع قروشك. الواحد شان تلفون سرقوا منه تلفون، إمشي إمشي للفكية. أبونا الشيخ عندنا تلفون سرقوه، وده شغال في المباحث يعني؟ لا ما في المباحث. طيب ده ماله؟ يقول لك لا ده بجيب الرايحة. يا زول يجيبها من وين؟ تلفونك يكون بمليون مثلا، مليون جنيه، يقول لك ادفع بياض 500 جنيه ولا ما في الكلام ده؟ يقول لك ادفع بياض 500، بقت فوق المليون تاني في 500، اذا انت خسرت مليون و500 وتلفونك ما بيرجع لك اصلا. تكون ضيعت تلفونك وضيعت مالك وخسرت عقيدتك وخسرت دينك، لانه مجرد ما مشيت لانسان زي ده وصدقته. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. تكون كفرت بالقرآن، قرآن واضح، الغيب حق الله تبارك وتعالى. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. غيب حق الله عز وجل.
نوع ثاني من أنواع مظاهر الشرك الموجودة في المجتمع التي تنافي عقيدة التوكل على الله عز وجل. التميمة عندنا في السودان بنسميه الحجبات. تلقى زول لابس له حجبات في يده في رقبته في أي حتة، المهم لابس حجبات. ده شنو يا زول؟ يقول لك دي حراسة. حراسة من شنو؟ يقول لك دي بتحرس من العين، ودي بتحرس من السكين، ودي بتحرس من العارض، ودي بتحرس ودي بتحرس ودي بتحرس، واللي بيحرس في النهاية منه الله تبارك وتعالى. الله عز وجل هو الذي يحرس. الدليل قال الله عز وجل في القرآن: قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن. يكلؤكم يعني اللي بيحفظكم واللي بيحرسكم منه. في سورة الطارق معظم الناس حافظين سورة الطارق، ربنا قال: وإن كل نفس لما عليها حافظ. الله بيحفظك يا أخي، أنت ما محتاج تعلق لك جلد، تلقى معلق حجاب كمية بتاعت حجبات من البيت ما بيمرق لو ما معلق الحجابات دي، لأنه هو في عقيدته إنه الحجاب ده بينفع وبيضر وبيمنع العوارض. يا زول اللي بينفع واللي بيضر واللي بيمنع العارض هو الله تبارك وتعالى. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم إياه تعبدون. الله قال كده في القرآن، توكل على الله يا أخي، ما تتعلق لك بحاجة. يقول لك يا مولانا لكن ما جوا في قرآن. يا خليك من الحجاب، إنت لو علقت المصحف عديل، المصحف ده مش كلام الله، كده علقوا في رقبتك بيمنع منك العوارض؟ والله ما بيمنع، ما بيمنع، لأنه المصحف ده ربنا ما نزلوا شان يعلقوه، ربنا قال ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، مش عشان تعلقوا. الآن أنت لو مشيت الصيدلية كتبوا لك حبوب بتاعت ملاريا، الحبوب دي قاعد تعلقها ولا بتبلعها؟ طب ما بتعلقها مالك؟ طيب يقول لك لأنه لو علقتها مولانا ما بتبقيني كويس. طيب ما نفس الحكاية، القرآن ده لو علقته ما بقي كويس، لو علقته ما بقي كويس، لكن أنت اقرأ. لما تقرأوا ربنا قال: وننزل من القرآن ما فيه شفاء، ما هو شفاء للناس. القرآن فيه شفاء للناس، لكن لما تقرأوا مش لما تعلقوا. ده إذا كان هو من القرآن، لكن الحجبات الموجودة الآن في المجتمع معظم ما من القرآن. تفتح جوا تلقى كاتبين مربعات وسطور وأرغام بتاع حساب 8 بيجاي 10 بيجاي، مرات يكتبوا القرآن بالمقلوب، سورة الفاتحة مكتوبة من تحت لفوق، مرات تلقى كلام ما تفهمه ذات، مرة جابوا لنا حجاب فتحناه لقينا ببرا مكتوب شك 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 في الحجاب. ده شنو داسي؟ ده شنو ده يا ناس؟ هل ده بيعالج؟ شك شك بيعالج؟ يعالج شنو هذول؟ تلقى مكتوب هو 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 هو، ده علاج. وين ده يا زول؟ ده صوت بتاع كلاب ساي، والله ده صوت كلاب لكن ما بيعالج. تلقى بعد ده كله رابطه وما عارف ذاته جوا في شنو، بس جابوا له زول وربطوا له ربطوا. يا اخوانا زول ما يكون دينه هش وما يكون زول ضعيف، بس اللي يجيبوا له كله تربطه، انت لا عارف الفيو ولا عارف جوا مكتوب شنو، تربط ساي. دي كلها عقائد موجوده الان في المجتمع، ونحن هدفنا انه ننظف العقائد دي باذن الله عز وجل، ونربط الناس برب العالمين. ما بندعوك لأي زول، ولا بندعوك لطائفة ولا جماعة، نحن ما تابعين لأي جماعة بالمناسبة، ولا أنصار السنة ولا صوفية ولا أخوان مسلمين ولا حزب تحرير ولا حزب أمة ولا أي حاجة من ذل. نحن تابعين لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام بفهم أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم. ذل بندعوك له، يعني مش نقول لك خلي حجابك وخلي شيوخك تعال رح معانا، لا 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 لا، نقول لك خلي الحجابات دي وخلي الشيوخ اللي انت ماسك فيهم، اتوجه وتوكل على الله، على الحي الذي لا يموت وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الله عز وجل تتوكل عليه، ما تتوكل على اي دلاقين ولا تتوكل على حجابات. كذلك من مظاهر الشرك الموجودة في المجتمع الحلف بغير الله. الجماعة اللي بيحلفوا وحات أبوي
وما تعرف وحات ولاداتي، وحات العصرية دي، وحات النعمة، وحات ما تعرف شنو. يا زول الرسول عليه الصلاة والسلام قال من كان حالفا فليحلف بالله أو اللي يصمت. أنا ما أعرف، أنت لسانك عوده دائما لو احتجت إنك تحلف أحلف بالله يا أخي، أحلف بالله لو احتجت إنك تحلف، ما تحلف بالأبهات ولا تحلف بالشيوخ ولا تحلف بأولادك ولا تحلف بالنعمة، أحلف بالله تبارك وتعالى. دي كلها مظاهر من مظاهر الإشراك بالله عز وجل. وشوف يا ناس نحن نكلمكم بصراحة شديدة، وشوف الصراحة راحة زي ما بنقول في السودان، إننا مثلا في السودان بيقول لك الصراحة ما له، الصراحة راحة. أنا أوريكم بصراحة الشريك ده وكل الحاجات اللي ذكرتها لك بتنتشر في بلدنا دي عن طريق فرقة الصوفية. كلام واضح، ولا بنخاف من ذول ولا بندسوا. الصوفية هم الناس اللي نشروا الكلام ده، والكلام ده أنا بثبته لك من خلال كتب هم ذاتهم. وإنت لو عندك عقيدة في الجماعة دل ترى ما تتضايق، خليك ذول هادي جدا ورايق، وشوف كلامنا اللي بنقوله ده صح ولا غلط. ده المطلوب، يا إما صح يا إما غلط. أما ما تتكلموا في الناس وما تجيبوهم، ليه ما نجيبهم؟ معصومين هم؟ معصومين؟ لا لا ما معصومين. إذا بنتكلم فيهم ولو كانوا أموات ذاته، حتى لو كانوا ميتين، لأنه الميت ده قد يكون عنده شر منتشر بين الناس. الميت هو ما مات لكن الشر حقه فيه لسه فيه بين الناس، عشان هو مات الشر القاعد بين الناس نخلي الناس يهلكوا بسبب الشر بتاع الزول ده؟ لا ما نخليه، والله نتكلم فيه ونبين للناس انه كلام الزول ده غلط، وكلام الله هو الحق، وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحق. الصوفية هم اللي بينشروا الآن كل العقائد الشركية. الآن اللي بيقول لك الشيوخ بده جنى منه في البلد دي؟ صوفية. اللي بيقول لك عليك حجبات منه؟ الصوفية. اللي بيخوفوك بالشيوخ يخوفك بالشيخ، يقول لك كم ناكر زايد إنكاره عفص الشيخ طلع مصرانه. ده شنو ده؟ يخوفك بالشيخ، يقول لك والله عندنا شيوخ بيطيروا، يقول لك شيخ بيطير بعنقرب، وكله كلام كذب. نحن ما لاقانا شيخ واحد طاير ولا في يوم، بالغلط شيخ بيطير ما في. هم ذاتنا الشيوخ ده لما يسافروا بيمشوا يسافروا بالمطار، طيب دارين يطيروا 200 يعني؟ حيطيروا 200 بالضبط، يسافر بالمطار طيب بيطير 200؟ يقول لك ديل بيطيروا وديل بيعوجوا الحنك وديل ما تعرف بيخربوا لك بيتك. يا زول ما يخوفوك، ما تخاف من ديل، ما عندهم شيء، ما تخاف منهم. الصوفية هم اللي بيعلموا الناس العقائد دي كلها، علم الغيب بيعلموا لك الصوفية. الآن اللي بيشتغلوا الشغالين في الدجل والسحر والشعوذة منو؟ الصوفية هم شغالين في الشغل ده. يقول لك رحنا وديك له تدفع بياض برا، عنده سكرتير قاعد برا، تدفع بياض عشان تخش للشيخ، تدفع قروش عشان تخش للشيخ جوا، عرفتها؟ ده بيسووا صوفية في البلد دي، كل العقائد ذكرتها لك انا بيسووا صوفية. طيب انا اديك واحد، الزول ده يكاد يكون اكبر راس للتصوف في السودان، واي سوداني بيعرفه. انا بظهر لي زول واحد لما اجيبه لك بقى شوية دار زول واحد يقول لي انا ما بعرف الزول ده، كل السودانيين بيعرفوه، ومشهور في السودان انه الزول ده ولي كبير وزيه ما في، وده اكبر اولياء الله الصالحين في البلد دي. لكن لما نجي نشوف كلامه الكتبه هو كتبه بيده، وهند الكتاب تعال لو دار تشوفه تعال شوفه بعينك، كتاب كتبه براه ونشره في السوق. لما نوريك كلامه انت بعد ده براك احكم، هل الزول ده ولي لله ولا ولي للشيطان ولناس تانين؟ هذا الرجل هو عبد الرحيم وقيع الله البرعي. ما بيعرفه منه؟ ما بيعرف البرعي يرفع يده؟ ما ظنيت زول ما بيعرف البرعي. قبل هسه لما جينا بغادي خشينا دكان معلقين صورته، انا سالته بتاع الدكان بغادي للبحر، قلت له انت تابع للبرعي؟ قال لي بالحيل بالحيل. قال لي كيف صورته دي معلقة لشنو؟ سكن ساكن ما قدر يجاوب. يا اخي انت ما تعلق صورة ابوك، اصل لو علق الصور كويس ابوك ماله؟ ابوك الولدك. يقول لك لا ده ابويا الشيخ. يا اخي ابوك الولدك ماله؟ ابوك الولدك صورته ما بتنفع؟
ما تعلقها. لكن دي كل عقائد. هو بيفتكر انه صورة الشيخ دي بتحمي الدكان وبتجيب الزباين، ولا ده ما هو العقيدة الموجودة دي العقيدة. ونحن جايين نحذر الناس من الكلام ده، وانت ما تطيع خليك طبيعي جدا. طيب ده كتاب اسمه رياض الجنة، ديوان رياض الجنة ونور الدجنة. يمكن الناس بيكونوا ما بيعرفوا الكلام ده، الناس بيعرفوا عن البرع شنو، بيعرفوا عنه القصائد بس. مصر المؤمنة بأهل الله، ساقيت الليل عمالك، السادة الخدم وجنابك، بيعرفوا القصائد دي تحت لا لوب يا خدامة، لا لوب هرسو ما تعرف شنو، بيعرفوا عنه القصائد. أما الكتب الكتبه هو والنشرة دي كتار من الناس ما بيعرفوها، ما بيعرفوا لأنه ما قروا له شيء. طيب ده كتاب اسمه ديوان رياض الجنة ونور الدجنة، تأليف الشيخ عبد الرحيم الشيخ محمد وقيع الله بين قوسين البرعي، اسمه كده. لا نبذناه لا سبيناه ولا عملنا أي حاجة، بس دار نوريك كلامه. طيب الكتاب مطبوع في بيت الثقافة في الخرطوم، ودار ومكتبة الهلال في بيروت، بيطبع في محلين، في بيروت بينطبع برا السودان، وفي الخرطوم برضو بينطبع. طيب نشوف البرعي قال شنو جوا. عنده قصيدة اسمها أهل الوصال، قصيدة اسمها أهل الوصال. قال في القصيدة بيوصي، بيوصي في الحيران التابعين له. انت الكلام ده اسمعه وريني انت رايك فيه شنو. قال استاذك يا فقير كن عنده ذليل حقير، بيوصيك تتعامل مع الشيخ كيف. قال لك الشيخ استاذك كون عنده ذليل حقير، عشان كده الليله تلقى قوانين في الصوفيه الشيخ ما تخش لبني عالك، مش كده تخش حفيان اهو، لما تخش ما تجي ماشي وراسك فوق تبرك في الواطه تجي تحبو زي الشافع، ولا ما كده. في شيخ بيخش لبني عال ما بخلوك من الباب، بيقلعوك نعالك كانك خاش المسجد، تجي خاشي تبرك للشيخ تكون ماشي بالواطه، والشيخ تلقى عامل يده كده، تجي قدام تبوس يده، تبوس له يده البركه، يقول لك بركه يا مولانا يا سلام، تبوس يده. ده يا هو الزل ذات الامر بها البرعي. هل الله امرنا انه نزل لمخلوق يا اخواننا؟ تركع لمخلوق يا اخي كده من الرجوله ساكت، رجوله بس ساكت، تركع عليك لمخلوق زي ده تعد؟ تمش تبوس يده؟ ها؟ قال استاذك يا فقير كون عنده ذليل حقير، ليه أتبعك الصغير ولا تميل أبدا لغير، كون ليه قريب وجار له أخدم من غير جار. ما تشيل من الشيخ قروش، قال لك تخدمه من غير جار، دي الليلة بيفتخروا بها. أقول لك والله 30 سنة بخدم في أبويا الشيخ، بيعتبرها مفخرة، تلقى 30 سنة قاعد في زريبة ولا في تكية، أولاده ما بجيب لهم أكل، قاعد في التكية 30 سنة، إملى للشيخ بريقو، يجيب للشيخ المصلاية، ويجري ويمشي ويجي بيخدم في الشيخ. يقول لك 30 سنة بيخدم في أبويا الشيخ، ليه؟ لأنه قال له كده، البرعي قال له كده، له أخدم من غير جار، أوعاك من الكجار ومعاملة التجار. أوعاك قال لك تكاجر الشيخ، ما تكاجره، يعني الشيخ كان قال لك حاجة ما تقول له ليه، ولا تقول له ليه سويت كده أبو الشيخ، لا لا لا، ده في الصوفية في التصوف الكلام ده ممنوع، الشيخ يسوي أي شيء أوعى تسأله. يقول لك لأنه ديل عندهم علم اسمه علم الباطن، علم اسمه شنو؟ علم الباطن، يعني ممكن تشوف الشيخ بيعمل له في حرام عديد، لكن لما تجي تقول لهم شفت الشيخ بيشرب له في خمرة مثلا، يقول لك لا لا يا مولانا ده خمرة في الظاهر. طيب في الباطن، يقول لك في الباطن احتمال كركده. يا ناس ده كلام شنو ده؟ لكن دار يوهمك، يوهمك انه في حاجه اسمها ظاهر حقت كل الناس، وفي حاجه اسمها باطن دي حقت الشيوخ بس، عشان ما تسال الشيخ يسوي الدار يسوي، انت ما تساله، ده كله في المجتمع موجود. طيب عشان كده قال اوعاك من الكجار ومعامله التجار، كن ثابت عنده لا تضحك عنده. لما تكون قاعد جنب الشيخ قال لك خليك ثابت، كان جاتك ضبانه زي ما سوقه خليها تكون ثابت قاعد كده بس، والله النازل بيزلوا زله للشيوخ يا اخي، قدام ابوه ما بيقعد كده، تلقى قاعد جنب الشيخ مسكين
وهو تلقاه اللهم بارك رقبته قدر كده ممكن يشيل الشيخ في صفحته، لكن تلقاه مزلل قاعد تحت الشيخ كده. دي كلها زلة لغير الله تبارك وتعالى. قال كن ثابت عنده لا تضحك عنده في كربك أنده بضغيثك جنده. دي المصيبة ذات في كربك أنده. أنده يعني شنو؟ يعني نادي تنده منو؟ قال لك البراي، قال لك أنده الشيخ في الكرب بتاعك. يا أخوانا البراي غلطان ولا ما غلطان؟ غلطان ولا ما غلطان؟ ما ظنيت زول يقول ما غلطان، كلامه ده غلط والكلام ده شرك بالله عز وجل. لين نادي الشيخ في الشدائد؟ الله ماله؟ أليس الله بكاف عبده؟ الله ما بكفي شان نادي الشيخ؟ يا أخي الله مكفينا والحمد لله وما خلينا محتاجين لأحد. وما بكم من نعمة فمن الله، ما من الشيوخ النعم، ما من الشيوخ، ما عندهم حاجة ولا بيقدر يديك شيء. الرزق عند الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون، الجنة عند الله، كل حياتك كلها عند الله عز وجل. طيب الشيخ ليه أنا دي وأنا؟ إلا تقول لي يلا ما بقى ما بكفينا، عشان كده بقينا ننادي الشيوخ. لكن الله مكفي والحمد لله. يا أخي ربنا يقول للنبي الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ده ربنا تبارك وتعالى. ما محتاجين يا برعي والناس التابعين له، احنا ما محتاجين للشيوخ. الصفحة افتح لي بتاع وين؟ افتح اسماعيل، افتح. ايوه طيب كده نديك كمان من الطريقة دي شوية، عشان شوف الطرق دي، شوف الطرق دي كلها. انت دار تسعد في الدنيا والآخرة، ده مش موضوعنا. دار تكون سعيد، والله ما تتابع لك طريقة ولا تتبع لك راجل إلا النبي عليه الصلاة والسلام. نحن ذاتها ما تمشي معنا ولا تتبعنا، بس كلامنا ده أخذه لأنه كلام حق، نحن عارفين أنه حق لأنه بالقرآن والسنة، أخذه وأمشي به. أما نحن ولا تبارينا ولا تمشي معنا، ما تتبع يا أخي إلا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ده الوحيد اللي بينفعك يوم القيامة. أي زول ثاني بيتبرع منك، ربنا قال يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. قالوا الله يا الله يوم القيامة في النار بيتحاججوا، قالوا يا الله نحن سمعنا كلام سيادنا وكباراتنا. واحد يقول لك يا مولانا دي بالله آية في القرآن؟ بالله دي آية؟ آية انت ما قريتها؟ ها؟ آية في القرآن. إنا أطعنا سادتنا سورة الأحزاب وكبراءنا السادة، السادة ديل ما بينفعوك يوم القيامة، فأضلون السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. الله قال في سورة الفرقان ويوم يعض الظالم على يديه، بيعض في يدينه ماله، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. الله ليه قال لك فلان؟ فلان ده ما كتار، أي ذول عنده فلان برا، ديل عندهم البري، ديل عندهم القادر، ديل عندهم البدر، ديل عندهم الحسونة، ديل عندهم بتاع كذا بس عجالي، وديل عندهم وديل عندهم وديل عندهم. عشان كده الله قال لك فلانة، ما ذكر لك اسم معين، عرفت؟ يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. نديك نموذج من ده سنختم وندخل شيخنا آدم يواصل باقي البرنامج. ده كتاب اسمه الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية، تأليف على مين ما تعرف، الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله أسراره، الناشر المكتبة الأزهرية للتراث، مطبوع في مصر الكتاب ده، وموجود الآن في السودان في الخرطوم في الدار السودانية للكتب في السوق العربي، تلقى قاعد كان الله وداك هناك عم ايش اشتريه. شوفوا يا اخوانا زول ده قال شنو جوا، شوف كلامه ده، قال انا كنت مع موسى مناجاة ربه وموسى عصاه من عصايا استمدتي. موسى عليه السلام القادري قال انا كنت معه زمان، القادري ده عمره كم سنة اصلا؟ قال أنا كنت مع موسى مناجاة ربه، لما ناجاه الله عز وجل وقربناه نجيا قال أنا كنت معه.
وموسى عصاه من عصايا استمدت، يعني العصايا حقت موسى دي ما الاصليه، قال لك الاصليه عندنا نحن القادريه، تعد موسى دي نسخه من حقتنا. اخواننا الكلام ده كيف؟ هند الكتاب تعال اقراه يهودا. وموسى عصاه من عصايا استمدت، انا كنت مع ايوب في زمن البلا وما برئت بلواه الا بدعوتي. ايوب عليه السلام واذ نادى، وايوب اذ نادى ربه، ها قال لك انا كنت معه. والبلوى بتاعت ايوب، المصيبه ان نزلت على ايوب عليه السلام، قال لك ما مشت منه الا لما نحن دعينا له الله، نحن قال دعينا الله، نحن القادريه، قال سالنا الله انه يشفي ايوب، قال الله شفى ايوب، لا حول ولا قوه الا بالله. قال انا كنت مع عيسى وفي المهد ناطقا واعطيت داودا حلاوه نغمتي، داود قال اديته حلاوه نغمه، انا قال اديته. قال انا كنت، قال انا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري، انا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي. يا اخواننا قال انا الذاكر، ما مشكله ذاكر، ما مشكله. المذكور، المذكور منو يا اخوان؟ الله. قال انا الذاكر انا، والمذكور انا، والشاكر انا، والمشكور برضو قال انا. انا العاشق المعشوق في كل مضمر، انا السامع المسموع في كل نعمتي، انا الواحد الفرد الكبير بذاته، انا الواصف الموصوف شيخ الطريقه. شوف الكلام ده كيف، الواحد قال ده انا، الفرد الكبير بذاته، انا الواصف الموصوف شيخ الطريقه. عارف بعد ده قال شنو؟ قال وما قلت هذا القول فخرا، انا قال ما بفتخر بالكلام ده، وما قلت هذا القول فخرا، وانما اتى الاذن كيما تعرفون حقيقتي. قال انا يعني اذن عديل انه اقول الكلام ده عشان تعرفوا انا ابنه. قال الله هاك اقرا عليك امس اديه وخليه يقرا عشان الناس دي تعرف انه احنا ما بنتكلم ساكت. ده يا اخوان دي العقائد بتاعت الصوفيه الموجوده الان في المجتمع، ونحن جايين نتكلم للناس انه ما يتبعوا الطرق دي ولا تتبع شيوخ حتى تكون من السعداء في الدنيا والاخره. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. انا اكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خير، واقدم شيخنا ادم.